كان دنيتي انت الكريم بارك يا رب وعرفت كان دنيتي انت الكريم. ضيفنا الاستاذ الدكتور احمد جويلي، اهلا بيك. اهلا وسهلا دكتور. الاستاذ دكتور احمد جويلي محافظ الاسماعيليه ودمياط ووزير التجاره والتمويل الاسبق وحاليا رئيس مجلس الوحده الاقتصاديه العربيه، اهلا بيك. اهلا وسهلا دكتور. اسمي احمد محمد جويلي ومن مواليد بلد اسمها نكلة العنب. نكلة العنب، ايوه، مركز ايثار بارود محافظه البحيره. ثلاث مواد خطرتها مقبول فيه. طيب والدك بدأ بالتجارة وانتهى بالزراعة عكس المألوف، الواحد ممكن يبدأ بالزراعة بين الاثنين، يعني الاثنين زراعة عنده أرضه فبيزرعها. المواقف البسيطة دي ما كانش بتحرجك لما بقيت وزير ولا محافظ وتتذكر المواقف دي وقد ايه الناس كان بيسر لك أمورك وأنا لغاية بتعمل ده؟ بعملها على طول. طب ما كانش بيكلفك يعني ما كانتش ضريبته عالية انك انت جدا مستهلك واحيانا بيخش لك بقى اللي يستحقه؟ لا يعني انا او البعض بيطمع او عادة وانا محافظ كنت لا اغادر مكتبي الا ما اشوف كل واحد طلب فاهم قصدي، لو حتى قعدت 5 مساء يعني ما كانش بيجي المكتب من بره يتصرف. لا لا لا، يتصرف الناس مش يعني التعليمات بتاعت ان اي حد يجي ولهم مكان خاص ليه، وقف على رجليا واحد واحد، ما حطهمش يعني ما حطهمش قدامي وبعد كده وشكوتك ايه والتاني ايه، واحد واحد يعني ده اللي كان بيحصل يعني. وطبعا في ناس كانت تقعد تتكلم كتير وتحرق اعصابك يعني، وفي ناس طبعا ما ترضاش برايك او برايك بتاشيره بتاشيره ما تقبلش يعني في ناس مثلا تبعت موضوع مثلا في ناحيه قانونيه فتاخدها بحولها للمستشار القانوني ويقول لك لا، هو يقول لك لا ده رايه مش مظبوط. طيب هات نحولها لواحد تاني يقول لك لا لا ده ما بيعجبوش، واحد تالت فاقول له بقى ثلاثه خلاص، ثالثه ثابته مع ان دي مش اخلاق المحافظين يعني. ثالثه ثلاثة دلوقتي بحثوها ومش موافقين، مفيش حاجة غير ان انت ترفع عليا قضية، روح ارفع عليا قضية وانا مش هنفذك، لو كسبتها انا هنفذ لك. طيب نرجع للبعثة بقى وزارة الصناعة، فرحت للبعثة احنا كل ده سنة 59 59 البعثة بتاعتي كانت وزارة الصناعة تحولت الى الولايات المتحدة الأمريكية، حولتها الصناعة وافقوا إن حولوها، وبعدين قالوا لي بقى إيه توكل الله على إيه على الجماعة المعونة الأمريكية، كان في فندق النيل اللي هو موجود على الكورنيش ده كان المكان بتاعهم، وتمتحن إنجليزي ومش عارف يعني كان الروتين يعني. فرحت هناك عاوز هندس ايه هندس كذا، طيب وعاوز تروح فين؟ قلت لهم عاوز اروح حته فلانيه، يعني انا كنت محدد جدا يعني. فقال لي خلاص نملى لك البتاع نحجز لك هناك. بعد شويه صغيرين يعني لقيت الحجز بتاعي جه، تعالى سافر يعني بسرعه غريبه يعني كان ديسمبر 59. طب هذا التيسير وهذه السهوله ما تشعرش يعني انه كان وراها، هل كان وراها انك انت والدتك والدك راضيين عنك بيدعوا لك كتير 100%؟ انت انسان مرتبط بربنا قوي وملتزم قوي، ولا الصدفه، ولا كنت في التنظيمات بتاعه الثوره مثلا؟ لا ما كانش ليك في يعني منظمه، ما اعرفش بقى كنت تحرير والشباب وال 59 ما كانش في نفس الحاجات اللي كانت طالعه خالص، ولا حد بيبص عليك بقى من رجاله الثوره ولا نعرف حد. نرجع للدعاء، خلينا في يا رب، يبقى اكيد يا رب اللي كانت بتنفعك. لا يعني شوف يعني حضرتك احنا نشأنا في اسره يعني محافظه جدا ومتدينه جدا وتعرف بينها كويس وربنا كويس يعني، وبنقول يا رب ما فيش ما اتكلم يقول لك قول ان شاء الله
لان يعني انت رايك يعني مش هينفذ، يعني ارادتك اراده ربنا اقوى. انا بقول دايما يا رب في كل حاجه، يعني في كل لحظه. طيب ده خلينا بقى نرجع شويه. الدكتور احمد او لسه ساعتها احمد ساب نكلة العنب، راح ايطاليا البارود، راح اسكندريه، من اسكندريه على روسيا. كنت في موسكو ولا كنت في موسكو؟ في موسكو. من موسكو للقاهره، وزاره الصناعه، الى امريكا. الى امريكا. انا عاوز بقى ايه اشوف بقى الحبل السري اللي بيربط ما بينك وما بين نكلة العنب. يعني علاقتك بقى بوالدتك والدك، انت قلت انا اتحرمت من الطفوله. علاقه متصله. او احكي لي بقى، يعني لسه بقى في البلد كل خميس وجمعه لغايه دلوقتي. يعني لغايه هذه اللحظه، يعني والدي الله يرحمه ووالدتي الله يرحمها، يعني احنا طبعا علمونا ان احنا في المواسم وفي المناسبات ضروري نكون في البلد، كلنا نكون في البلد. فكنا بنروح البلد عن يعني مش عن قصر، عن حب. يعني احنا عايزين نروح لما توفاهم الله، نروح برضه في نفس النظام. طيب هنقف عند توفاهم الله، ربنا يرحمهم. الوالد ولا الوالده اللي توفى الاول؟ الوالده توفت الاول سنه 77. سنه 77. طيب احكي لنا الوالده توفت، كنت انت ساعتها استاذ في الجامعه؟ كنت استاذ في الجامعه، وهي توفت في يوم كنت بطوف حول الكعبه في حج ولا عمره؟ ولا عمره وبدعي لها ان ربنا يشفيها ويخف عنها. يعني ليه بتوفت؟ هي كانت بتموت وانا بقى بدعي لها. طب تلقيت الخبر ازاي او عرفت ازاي؟ اما روحت وصلت القاهره قابلني حد. كنت في العمره لوحدك ولا معاك حد؟ معايا حد اصدقاء. كان في كنا في مهمه يعني. لقيت حد جاي بيقابلني في المطار ومرتبين كل حاجه ان ما حدش يقول لي. كان مضى كام يوم على وفاتها؟ كان تاني يوم. انا تاني يوم. فقعدوا يعني مطروحه في الكلام. كان مين اللي مقابلك؟ ها؟ حد من قرايبي. وصلت البيت وقعدت وبتاع، وقعدت اتكلم مع مراتي وعلى اخواتي واخبارهم ايه وامي قعدت اسمع يا بعدين وصحيح امي ماتت على طول. يعني اخبارك مع زوجتك؟ سكت. قعدت تاني يوم الصبح، كان ده الساعة 3 صباحا 4 صباحا، يعني انا يوم الصبح اتوقع على ذلك. خدت صدمة ولا انت كأنك من جوه قلبك حاسس؟ لا انا حاسس طبعا، بس خدت صدمة يعني. بكيت ولا انت من الجامد اللي؟ لا بكيت هم بالذات بكيت فيها جامد يعني. تاني يوم سافرت على طول. قدرت تنام ولا انت من الجوع التعب ولا لا؟ يعني من التعب بتنام نص ساعه ولا بتاع. قمت الصبح على طول تسقط على البلد، يعني على البلد، ماشيين على البلد. وكان بالصدفه يعني الخميس الصغير او الخميس الكبير اللي انا مسافر فيه. لما رحت البلد بقى لقيت والدك واخواتك. والدك واخواتي وعامل خميس وبتاع، جالي مقرئين وبتاع، قعدت الاريخ يعني. ده يعني المناوبة الصعبة. طيب بالنسبة ل والدي سنة توفاه الله سنة 86. كنت بقى بقيت كنت محافظ دمياط. محافظ دمياط. حافظ دمياط وقتها. برضه حضرت الوفاة ولا كنت لا حضرت الوفاة، حضرت الغسل. يعني وصلت البلد بعد الوفاة. بعد الوفاة. طب كنت فين لما أخبروك؟ كنت في 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 مكتبي. في المكتب. طب هل قبلها كان مريض شوية، تعبان؟ والدي كان مريض سنتين كان مريض.
طب كنت بتدعي له تقول يا رب؟ انا برضه احنا كل ده ورا يا رب. طبعا طبعا ليه بكل وقت يعني. تعرفوا رب ورم يعني لهم مكانه خاصه يعني. طب لما حضرت الغسل كان يعني في كتير مننا ما بيحضرش الغسل، لكن ممكن يجي عند الوالد تدعي له، الوالد ده يحضر تدعي له اه، فبيبقى موقف تدعي له احيانا موقف صعب، واحيانا ممكن يبقى لما يشوف الوالد ويبقى عليه بقى علامات خير ممكن احيانا يبقى طبعاً مبسوط. طبعا تدعي له يعني كل طور القران وبتاع. طيب يعني انت الان لما بتقعد تتذكر الوالد والوالده ازاي بتحاول ترد الدعوات بقى اللي هم دعوها لك؟ يعني في كل صلاه بتدعي لهم يعني، وفي كل صلاه جماعه بتدعي لهم. طب بتزور المقابر ولا بقى؟ بزورها طبعا، كل ما بروح البلد اروح ازور المقابر. يعني اذا زرت البلد لازم تزور مقابر متخمه للبلد؟ اه متخمه للبلد بتاع طرف فتحه وماشي. طيب نرجع بقى، رحنا امريكا كاليفورنيا. يعني في كل البلاد ده هي يعني اللي احنا رحناها، يعني مثلا في روسيا كان عندنا صلاه الجمعه ديت ما فيش طبعا جوامع، احنا كنا نصلي في وكنا بنفرش فرش في السكن اه. وفي نفس الوقت حتى في كاليفورنيا كنا صلاة الجمعة دي موجود برضه في مكان خاص نصليها، والأعياد بنعملها يعني، والصحرا مع بعض يعني، حاجات في الطقوس بتاعة رمضان والحاجات دي كلها كنا بنعملها يعني. طيب لو بنعمل بقى مقارنة بين الحياة مصري في موسكو وحياة مصري في كاليفورنيا، وهنا بيقول يا رب وهنا بيقول يا رب، في موسكو أكيد طعم يا رب مختلف شوية، بتيجي مع موسكو إزاي كنت بتقول يا رب وإزاي في موسكو؟ في موسكو بتقول يا رب بشدة من قلبك يعني، أنت خايف على عقيدتك، خايف على الناس الكفرة يعني هم كانوا بيحاولوا فعلا حاولوا بلشفوك طبعا، يلعبوا في الايديولوجيه اه طبعا طبعا كده اه 100% بالكلام ولا كلام بافلام بكله يعني. هم زي ايه يعني، هم والامريكان واحد، الاثنين بيديك الايديولوجيه بتاعته، بس هم بدوها لك يعني ايه، بيسقيها لك من معلقك كده يحطها لك غصب عنك. الروس الامريكان يدلعك يعني، ما خدتهاش دلوقتي تاخدها بعد شويه، تاخدها بعد يعني مش مستعجلين، هم عارفين ان هو هتاخدها يعني هم اختلاف في اختلاف منهج يعني. طب عايزين مواقف، كل مواقف يعني هنا وهنا مواقف يعني هي طبعا من الحاجات اللي الواحد شافها هناك في موسكو على سبيل المثال يعني. يقول لك كنت صاحب واحد كان يعني روسي، كان هناك طبعا كل حاجة اسمها تسيير ذاتي، فهو ده كان رئيس الدور بحاله، رئيس الدور اي واحد يكتب عن تقرير مش عارف ايه، فكان يجي يتكلم معاك يقول لك يعني انت يعني الاسلام بتاعك ده مش داعي، ما فيش داعي الاسلام يعني، ما ادخل دايما ايه يعني، خلينا يعني الشيوعيه والماركسيه والحاجات دي يعني، هي يعني حاول ان هو يدخلك الايديولوجي، ويعني ربنا فين يعني، وربنا هينفعك يعني هم طبعا ناس بتوع مادية يعني، نظرية مادية يعني. طب ما كانوش مثلا يقول لك ده الشباب جاي من مصر يخليه يتعرف على واحدة وهي اللي بالشيف بقى؟ لا ما بتحصلش بالطريقة دي طبعا، بيعتمد على التوجيه الإعلامي أو الحوار حوار فكرة أكتر. ما صعب يعني الروس في تعاملاتهم صعب. طيب هل بقى اللي لما بنروح امريكا والجو المفتوح، هل ده ممكن ما بيلهيش حتى مثلا من بعض زمايلك اللي كانوا رايحين
وعنده أهداف علمية ممكن يكون احنا هنا نقول بهاراته أضواء المدينة في القاهرة أو نديته نداها، فما بالك لما بيروح بقى أمريكا؟ هل بعد بيواجه فتنة ممكن هو الغربة بتخلي الناس أكثر صلابة؟ ما كانش حد من زملائكم اللي معاكم أو لا هو أصبحت قال لك فيها بعثة. تعرف البعثة ديت يعني اللي يطلع بعثة ده أحسن أحسن نوعية ورايح عشان هدف ياخد بقناه مش راح يلعب يعني. فهي يعني طب انت لما روحت بقى كاليفورنيا روحت على نفس الموضوع ولا الموضوع اتغير رجعت للميه بقى وال لا اتغير الموضوع خالص. ماشي في اي منحة؟ ماشي على المنحة اللي انا عاوزه المنحة اللي انا فيه اللي هو كان ايه اللي هو تخطيط اقتصاد وتجارة وحلك منه. طب التحول ده يعني انت اخترت الميه وعلاقتها بالتربة وازاي تحافظ على صفاتها في الماجستير في ما كملتش فيها لا يعني انت هل المتغيرات اللي موجوده في الساحه العالميه وداخل مصر خلتك عندك استشراء رؤيه للمستقبليه لما يحتاجه المجتمع فانت قلت بقى خليني في الاقتصاد والتخطيط والاقتصاد برضه بيشرف الميه يعني شرف الميه يعني ميه مش حاجه كل حاجه ميه مهمه يعني ميه مهمه يعني انا عليه بحوث كثيره في الميه يعني. طب اخذت قعدت بقى مده قد ايه في كاليفورنيا؟ قعدت خمس سنين. خلصت الماجستير هناك؟ اخذت ماجستير احصاء وماجستير اقتصاد زراعي ودكتوراه في الاقتصاد الزراعي. من الماجستير؟ ايوه. اشمعنى؟ اشمعنى ده سؤال كويس. لان انا اما رحت كاليفورنيا فلقيت الاقتصاد هناك اقتصاد رياضي. وماشي مع هواياتي. فاخدت كورسات رياضه كتير واحصاء كتير. لمرحلة معينة أنا كنت عاوز أدرس دكتوراه كمان إحصاء. فالماجستير لقيت أنا واخد مقررات أزيد من اللي مطلباه ماجستير في الإحصاء. فقدمت امتحنت وخدت ماجستير الإحصاء قبل ما أخد دكتوراه اقتصاد. ولو سابوني شوية كنت أكمل في الإحصاء. طيب هنقف شويه نرجع بقى لعلاقتك بالزواج. انت حضرتك اتجوزت سنه كام؟ انا اتجوزت سنه 62 62 ده في نص الامريكا تقريبا انا رجعت 65 يعني انت بقى طب الزواج كان من امريكا ولا من هنا؟ الزوجه عرفتي انا من البلد ولا من ايطاليا البارود؟ طيب ابوها من البلد ابوها قريبي وانا زوجتها من امريكا يعني غيابي يعني عن بعد مش غيابي لا مش عن بعد انا اعرفه كويس اصل حكايه غيابي نفسه يعني انت كنت عارفها في احتكاك بين الاسرتين؟ طبعا لا احكيها لنا مصر اكثر حكايه الواحد بيقول فيها يا رب لما يجي يتجوز هي اسره يعني نفس المستوى نفس كان في القاهره بقى ولا فين؟ في القاهره انا في القاهره عشان كده انت جبت وزاره الصناعه؟ لا وارد يعني يكون ده كان احد الاسباب؟ لا 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 ما كانش ساعتها فيه يعني ما كانش لسه حصل حاجه فده يعني من الحاجات اللي هي فانا بعت لوالدي ايامها الله يرحمه قلت له يعني اتصل بفلان وقول له احمد عاوز يتجوز بنتك فلان. كانت لسه في الجامعه بقى ولا خلصت؟ كانت لسه في الجامعه. معنى كده ان انت كنت ماشي وهي مسافر وهي كانت في ثانوي تقريبا؟ لا ابا هي كانت في اعدادي يعني لا في ثانوي برضه ثانوي وقول لي يعني كنت بتزورهم في القاهره حضرتك؟ كنت بزورهم لسه ولا بتشوفهم في البلد؟ بزورهم لسه بس ما كنت شفتها خالص؟ لا بشوفها مره ولا مرتين عربا كده عربا انما بشوف بروح بيتهم وبتغدى هناك وساعات يعني كنت ابيت وامشي يعني انا كنت في اسكندريه في وقتها يعني ده معنى كده ان قرابه شديده قرابه قويه يعني هو والدتها ابن عمة والدي يعني طبعا ده في
في اهل الريف ده قرابه، عشان دلوقتي يقول لك ابن عمة والدي وانا وبات عنده ما تجيش، اذا كان ابن عمي عمه مباشره ما ينامش يعني عنده. ابن عمة والدي يعني قرابه كبيره يعني. فبتروح السفاره وتقول لهم والله انا عاوز اوكل فلان الفلاني، فبعتوا لي ان تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. فبعت توكيلين، توكيل لوالدي يتجوز نيابه عنك في العقد، ووالدها وكيل عني في ان هي تسافر للسفر. وتمت العمليه. خدت وقت قد ايه بقى؟ اكتوبر كانت بالكتاب، ديسمبر كانت عندي. سريع شهور. سريع يعني. خد ثلاث شهور غيابي برضه. مش غيابي يعني. كان في طيب يعني طبعا انت قلت يا رب. طبعا. استخرت قبل ما تكتب الجواب لوالدك؟ ها؟ عملت استخارة بقى ويا رب. احنا متوكلين على الله في كل حاجة يعني. طب لما جت بقى يوم الوصول كده، او انت منتظر واليوم اللي قبله وتقول يا رب بقى جوازة. كنت ضربت بالبيت. انت واضح ان انت يعني يعني مكتوب لك انك انت تبقى لوحدك ومسؤول. على طول. يطيل ضرود ل في امريكا برضه، حتى الجواز وامريكا وشرب عفش وكل حاجه. طب احكي لنا يوم الزواج اللي انت لوحدك في امريكا، اصحابك كانوا عارفين؟ اصحابي عارفين. عاملين لك هيصه ولا؟ هيصه كبيره. وعمل له فرح هناك. عامل لك فرح؟ بعدها بشويه يعني. لا بعد مش يومها يعني. لا بعدها بشهر ولا حاجه. بعد الزواج بشهر. يعني هناك طبعا بتاخد السكن هناك تبع الجامعه بتوفره للمتزوج. المتزوج هو مدعم عاده يعني. وبعد الاول انت طبعا بتدكوا زواج عزاب ولا هو نفس السكن؟ لا، في زواج عزاب وفي زواج متزوجين. فنقلت انا ما كنتش زواج عزاب، انا كنت مع اسره، ساكن مع اسره من الاصل. فقدمت على زواج متزوجين يعني، فادوني شقه هناك شويه على حسب الافراد. عدد الافراد في اولاد او ما فيش. فابتديت. ما عندهمش هالك هم؟ لا، عندهم حاجات صغيره. فاخدت الشقه وابتديت اسسها، واشتري سرير واشتري كنب واشتري ثلاجه واشتري كل الحاجات دي. بس انت يا دكتور، هل انت من النوع اللي معتاد ان بما انك انت قاعد على الغربه والوحداني زي ما بيقولوا ممكن تطبخ وتعمل، ولا انت الاكل اللي جاي ابسط حاجه لا ممكن اطبخ. تطبخ طبعا. طب احسن حاجه تعملها ايه؟ تعزمنا عليها واحنا نقول يا ما نقولش يا رب بقى تطلع حاجات كويسه. زي ايه؟ يعني حاجات الطواجن بتاعت البطاطس، الكوسه، الحاجات دي كلها. رز كويس، الرز كويس، مكرونه كله. مش محشي طبعا. محشي صعب. انا مره عملت محشي ما عملوش. ما عملتهاش. صعبه. احنا طبعا انا مش عارف الوقت بيجري مننا، انما انا مش عاوز اسيب تفاصيل واجري، لكن خلينا مع امريكا. وفي اولاد في انجاب في امريكا ولا كانت؟ انا جاي ابني ثالث امريكا. طيب اكيد الواحد بقى لما بيبقى عنده ابنه بيتولد بيقول يا رب يعني لحظه في الميلاد ولوحده يا رب كده. وبتطلع يا رب بقى دي تروح المستشفى وتاخد المدام وتوديها للراجل هيولدها مستشفى الولاده، وصوت عادوك في اوضه لوحدك كده لغايه ما يخلص، وبعدين ممكن تقعد 10 ساعات مثلا في اوضه. معقول شافوه يا رب يعني. فرصه بقى الواحد يعني لازم يقرب من ربنا. ضروري. وبعدين فين انت مثلا؟ رحنا الساعة 12 نص الليل يعني، فين الساعة 7 صباحا جاي الدكتور وشايل ابني ده ماسك كده يعني. كنت محدد الاسم من الاول ولا لا؟ هو جد الله يرحمه، هو اللي كان جده لوالدته، هو اللي كان بيسمي. كان قال لكم تسموا ايه؟ تامر. سميته تامر. ربنا يجعله تامر ان شاء الله. ما شاء الله الحمد لله. طيب قعدت بقى تامر بس كان هناك وبعدين رجع تامر؟ رجعنا بيه وهو سنه شهرين تقريبا. رجعنا مصر يعني في بخرة على لغاية
ايطاليا، من ايطاليا لغايه اسكندريه رحله طويله. دي خدت كام يوم من امريكا؟ اسبوعين. اسبوعين رحله بحريه. بس رحله كانت كويسه، رحله ممتعه يعني، لان المركب اللي احنا فيين عليها يعني 80,000 طن، حاجه بلد ماشيه جزيره. جزيره طلب طيران. ليه ما جبتوش طيران؟ ده مرتبط بالبعثه وتذاكرها ولا بتوفر؟ هو هو اقتصاد. قلت اطبق الدكتوراه. لا هو هم خيرونا بقى. يعني انت جاي نوع من الفسحه؟ لا معاك حاجاتك. بس شيلها في الطياره تبقى ممكن. طياره يعني انت هتحتاج بعض الاجهزه والحاجات معاك. عايز اشتريها كمان يعني. الحاجات بشتريها في السكه يعني. فمش شريها في المركب احسن يعني. برضه اقتصاد. طيب هناك بقى علاقتك بالاساتذه يعني الاساتذه الاجانب بيبقى عندهم اكيد اختلاف عن اللي هنا يعني الجديه احيانا ما فيش عواطف احيانا وربما يقابلك واحد يستفز جنسيتك او ما شابه ذلك فايه النماذج اللي قابلتك من الاساتذه يعني هو شوف حضرتك الاساتذه مع الطالب الكويس مو كويسين يعني هي زي ما بيقولوا حجة البليد مسح التخت يعني 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 دايما اللي بيحصل له مشاكل هو الطالب الوحش. الطالب الكويس مفيش حد يقدر يجي يعني لما واحد يقول والله ده الاستاذ كان اتصدمني عشان انا وعشان انا وطني لا 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 او هو اصله له ميول صهيوني كل ده ما لا 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 ما فيش كلام يعني تجربتي انا الخاصه ان انت كويس ما فيش حد يجي جنبك وبيدعموك ويشجعوك كل حاجه شجعوك كل حاجه يعني دي يعني يعني واضحه يعني انا كان في اساتذه يهود وكانوا بيدرسوا لي وكان واساتذه اسرائيليين وكانوا بيدرسوا لي يعني وطلبه اسرائيليين كانوا موجودين في القسم نماياتي يعني ويهود في القسم يعني ما فيش يعني انت بتفرض الاحترام على اللي حواليك من دون احترام. احترام محدش يدي يمك يمك ليه؟ طب الاحترام بقى بيجي من المعامله ولا التفوق ولا احنا كنا وقتيها يعني كان هون احنا طبعا مسلمين اثنين ايامها كان عبد الناصر في اوج نجده يعني فكان ده بيجنن الامريكان واليهود والحاجات دي كلها فطبعا من الحاجات اللي كانت يعني مجننه في وقتها يعني انت تفرض نفسك عليهم بمستوى علمك مستوى اجتهادك وفي نفس الوقت مستوى اخلاقك يعني. حضرتك رجعت على اسكندريه ولا على نكل العنب ولا على الفرن؟ رجعت على اسكندريه طبعا. مين اسكندريه نزلت فيه ونزلت عند اخواتي في اسكندريه شويه. الشقه اللي لسه كنت فيها وانت طالب ولا غيرها؟ لا كانوا نقل في واحده اوسع. ليتنا ليله ولا حاجه ليلتين وبعدين بعد كده رحت نكل. هل انت وانت جاي محدد السيناريو بتاع حياتك هشتغل هنا وهسكن هنا ولا لسه منزل النصر اشوف؟ لا انا كان السيناريو بتاعي ان انا هسافر وهرجع وزاره الصناعه كوظيفه يعني ومن وزاره الصناعه انقل للجامعه ده خطيط تخطيطي يعني لان وزاره الصناعه مش ملائمه يعني مش كافيه يعني وحنقل في القاهره يعني فده اللي حصل بالفعل يعني السيناريو اللي انت خططته الحمد لله نفع وانا مشاه يعني اول ما جيت طيب اول سكن عملته في القاهره ولا في اسكندريه؟ القاهره عملت سكن في القاهره على طول. كانت شقه ايجار بقى ولا تمليك؟ لا كانت شقه ايجار. ايجار فين وبكام؟ ايجار في العجوزه. العجوزه العجوزه بكام؟ كانت في وقتها 15 جنيه اظن. 15 جنيه ده يعني شقه فاخره ساعتها يعني. كانت كويسه. هي كان عيبها بس ان هي يعني في حته زحمه. فين في العجوزه؟ محجوب ثابت. شارع محجوب ثابت عند المسلم القحطي. زحمة. ما بتقع الحتة دي ما سوق سوق سوق. فانت بتنام بالليل تلاقي الناس قهوة شغالة
طاوله شغاله. اه المنطقه اللي هي خلف المصلى والاقطاع دي شعبيه. اه نعم شديده لان دي القديمه العجوزه القديمه جوزها قديمه. قعدت فيها قد ايه؟ قعدت فيها 5 سنين 6 سنين. 5 سنين. طب انت نقلت بقى الجامعه بعد قد ايه؟ نقلت الجامعه على طول. جامعة القاهرة بقى ولا جامعة؟ نقلت الجامعة الجامعة جامعة عين شمس سنة 65 زراعة. زراعة 65. أنا وصلت 65 رحت وتعينت في عين شمس 65 نهايتها واستلمت عين شمس 66 وسبت عين شمس 73 إلى جامعة الزقازيق. كانت دي ترقية بقى ولا؟ ترقية ترقية وبعدين في نفس الوقت يعني تأسيس للقسم. يعني دكتوريه قسم هناك؟ اه تأسيس للقسم ما كانش في قسم أول. أنا راح أول واحد يروح أسس قسم. فأسس القسم ما شاء الله يعني. طيب ال 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 الأسرة الزقازيق نقلت بقى في الزقازيق ولا فضلت في العجوزة؟ لا ما أنا سبت العجوزة في سنة 70 تقريباً. سبت العجوزه ونقلت في مدينه الصحفيين اهدأ. اه مدينه الصحفيين اهدأ كثيرا يعني. كان برضو ايجار ولا تمليك؟ لا ايجار كله ايجار. ايجار ماشي لسه ظهر تمليك. لسه ظهر تمليك. السبعين كان لسه بتاع. طيب معاك ترانر جاله اخوات؟ اخته جات سنه 70 سنه 70 70 هو مواليد 65 برضه جدها اللي سماها؟ جدها اللي سماها سماها ايه؟ سلافه. سلافه ده اصل التسميه ايه بقى؟ ها؟ معنى سلافه؟ معناها خلاصه الشيء. دي لغه ايه؟ عربيه. عربيه. اه عربيه اصيله يعني. سلافه. سلافه بالف الف ولا بالف ف ه ه؟ سلافه بالف ه. اسم عربي يعني موجود في كل الدول العربيه. انا بتثقف انا والمشاهدين. لا ما عارف لا موجود في الدول العربيه بكثره يعني. طيب برضو ميلادها وقلت يا رب ازاي؟ شفت امريكا يا رب بتاع امريكا يا رب بتاع يا رب بتاع ما هو ازاي انت بتقولها؟ يعني سلافة ميلادها مرتبط بحاجة مهمة جدا وانا خدتها دار الشفا مامتها يعني عشان تولدها واللي كان اللي بوالدها خالها. خالها خالها. خالها اه. ف والدتها بدري يوم يعني. لان انا كنت مسافر الحج. وهو مسافر الحج برضه. مجاملة يعني. لا هو مسافر الحج. انا عارف قال لك يعني بدري يوم مجاملة يعني. اه يعني خلاص. يعني واثقة الدكتور خالها يعني. اه فيعني عشان ايه؟ عشان اروق تسافر بقى وانت بتعمل اروحها وحابب العين جدا وانا بحب ده كانت ولاده طبيعيه ولا ولاده طبيعيه؟ اه طبيعيه مش عارف يعني فهو هي يعني كانت على وشك يعني فيعني هي مرتبطه بحدث كبير يعني حج البيت يعني كانت اول مره تحج؟ اول مره حج وكنت انت وخال سلافه انا ولوحدي وخال سلافه وجدتها جدة مراتي وخالها وكانوا مسافرين معانا حجوا وكانت بعثة عين شمس كلها يعني تبع الجامعة تبع الجامعة وكان حج مبرور الحمد لله وقلت هناك يا رب ودي شوف حاجة حاجة ما لكش فيها يد الحج كان يعني احنا أول مرة كانت تتعمل بعثة عين شمس أول مرة في تاريخها. ياما قال لك الاسم كل عامل الجامعة زي اسم بوليس كده. مديها كوتا 30 من 20 ولا حاجة. فا يوم من الأيام أنا قاعد في البيت عندي إنفلونزا واحد زميلي من القسم جالي قال لي ده هيطلعوا بعثة حج من جامعة الشمس. فأنت إيه؟ تقدم. قلت انا اقدم انا يعني لسه بدري يعني اقدم يعني وبعدين ما دام هتولد في وقتيها يعني وقت الحج ده الكلام ده بقى كان سنة كام؟ الكلام ده كان سنة 69 تقريبا 69
قال لي يعني اقدم طلب يعني نفع ما نفعش طب يلا ثلاث طلب. الوحيد اللي جاله في الكليه انا قدمت طلب في نفس اليوم ولا لما رجعت الكليه؟ لا قدمت طلب يقدمها هو يعني. انت وانت مريض وعندك انفلونزا ارغب في كذا. الحاجه اللي اتقبل الوحيد كنت انا من الكليه من الكليه كلها طيب كويس ما شاء الله. اقول لك انت ربنا يبارك فيك يعني ربنا ميصحك. انا يعني اتضايقت عشان رئيس القسم كان راجل كبير في السن وكان بيقدم له ثلاث مرات ما بيجيش في القرآن وانا كان لسه سن صغير يعني. فقلت له يعني انا ممكن اتنازل عن 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 عن, 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 عن مكاني على اقتصاد فيه. الله يرحمه قال لي ايه؟ قال لي ربنا اللي عاوزك مش عاوز انا. انا سعيد بالحديث مع حضرتك والواحد يعني حاسس ببركة الاعتماد على الله والتوكل على الله. الحمد لله. وتسمح لنا وتوعد المشاهدين ان احنا يبقى لنا لقاء اخر ان شاء الله رحلتك مع يا رب. وانا اسف للاطاله سعداء بحضرتك ودعواتنا لك بالتوفيق الدائم وانك انت تكون باب للوحده الاقتصاديه العربيه اللي هو منصبك الحالي. أمين. وده هنناقشه في اللقاء القادم او نقول يا رب معاك يا رب انه يتحقق في اللقاء القادم. امين. شكرا استاذ الدكتور احمد جيولي جزاك الله خيرا. شكرا اخواننا المشاهدين نترككم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبقول يا رب بارك في قوتي وقوتي بارك يا رب وعليك توكالي دنيتي بنت الكريم بارك يا رب وعليك